السلام عليكم. في برنامج بلو بيم ده بيبقى كويس جدا، بالذات في المكتب الفني تقدر تعمل سيلكت على المشاكل وتقدر تبعتها للناس اللي شغالة معاك في الشركة. على سبيل المثال مثلا من هنا تقدر تحط أي مثلا كومنتات، أي كلاود على أي مشكلة، تمام. وفي هنا حاجة اسمها الخصائص، البروبرتيز. البروبرتيز دي خاصة بأي عنصر أنت بتعمل له سيلكت، تمام. يعني لو أنت مش عامل سيلكت حاجة خالص، هو هنا بيتكلم على خصائص الملف دوت، بحيث اول ما تمسك الملف تعرف مين المالك، مين السبجكت، البروجكت، الريفيو، الكلاينت، كل الناس دي تقدر تلاقيها موجودين هنا. وتقدر تعمل اتاتشمنت لاي ملف انت عايزه، ولو عملت سيلكت على اي عنصر وليكن مثلا هنا، هيبدا يقول لك ده دي خاصه بايه، الباني جروب، الكلر بتاعه، الالوان، السكيل بتاعه، تقدر تكبره وتصغره زي ما انت عايز. تقدر تغير الشفافية مثلا، تقدر تشوف الفايل اوباستي، تقدر تشوف الشكل بتاعه يبقى عامل ازاي، هيبان اكتر لو عملنا عليه زوم، تمام. تقدر تختار الستايل زي ما انت عايز، الشكل ده ممكن تخليه مثلا كده. تقدر تشوف اللي او تقدر لو في كلام تخليه في النص او يمين او شمال، بولد، ايتاليك، زي ما انت عايز الاوبشن، وهكذا. زي ما انت شايف في امكانيات كبيرة جدا ان انت تعرف خصائص اي حاجة مرسومة.